大哥吧，吃啥你们？可以不用吃。بالنسبة للنيرفس بتاعت اللور لم اولا ايه المطلوب مننا في النيرفس او البريفرال نيرفس الروت فاليوز قلنا الكلام ده قبل كده مفيش نيرف همسكه الوقت الا ما تعرفوا الروت فاليو نمرة اتنين الديستريبيوشن ديستريبيوشن يعني موتور برانشز باسماء العضلات ومش شرط اسماء العضلات لكن على الاقل 3 4 ماسلز من كل نيرف رايح لكذا وكذا وكذا وسنسوري برانشز وبعدين الايفكت اوف انجري عشان لما يقول لك الايفكت اوف انجري للنيرف ده اكتب موتور لوس للعضلات اللي انت اديتها برانشات سنسوري لوس للاريا اللي انت قلت عليها دي متهيألي كده سهل مفهوم كلامي مفيش حاجه تاني بتيجي في البريفرال نيرفس اكتر من كده ايه اللي بيجي لنا بقى في الـ في الـ في اللور لم العصب ده في الفيمورال ترانجل في فورسبس هنا ريح حنيتك عشان بس تعبت هنا على ايدي الفيمورال نيرف حدكم يا مشتت ثقيل يعني الفيمورال نيرف الروت فاليو بتاعه يا جماعه ده امسك 4 5 L2 3 4 دورسال ديفيجن لان له اخ تاني اسمه اوبتيروتر نيرف اللي هو النيرف اللي هو راح في الخلف دوت مقطوع من هنا ما بيجيش اهو اللي هو ده في نيرف تاني اهو طبعا ده سوبرفيشال شايفينه طبعا ده سوبرفيشال وعلى الوش وفي الفيمورال ترانجل وما درسناش حاجه في المنطقه دي السنه دي بالنسبه لكم في المالتي غيره اذا دخلنا في الدبس دي اسمها العضله اللي انتوا شايفينها دي الدكتور بريفس العصب تاني ديب ليها اهو ده الاوبتيوريتور سواء كان ده ولا ده الروت فاليو بتاعهم واحد الاثنين وثلاثه واربعه بس ده دورسال ديفيجن والتاني فنترال ديفيجن بالنسبه للفيمورال بيسبلاي الماسلز اللي موجوده في الفرونت اوف ساي سارتوريوس والكوادريسبس ماسلز اللي هو الكوادريسبس فيمورس ماسلز اللي هي المجموعه الريكتس فيمورس والثلاثه فاستاي واذا حصل فيه افكت اوف انجري بيحصل باراليزس للعضلات دي فبيحصل فيلير اوف اكستنشن بالنسبه للاوبتيريتور غطسان وبيد العضلات الابداكتورز ولو حصل افكت اوف انجري فيه بيحصل لوس اوف ادكشن يعني بيد العضلات الابداكتور كلها اكسبت طبعا اللي هو الابداكتور ماجنس بيد جزء منها في جزء بيجي من السياتيك كده انتوا عارفين الكلام ده طبعا بالنسبه للسنسيشن الجزء بتاع الفيمورال نيرف بيديني ايه في السنسيشن هنا ميديال وانتيريور كوتينيوس اوف ذا ساي في المنطقه دي فبيحصل لوس اوف سنسيشن في المنطقه دي بس مش عايز اكتر من كده الاوبتيريتور برضو جزء عند الميديال اسبيكت كلوز تو ذا سيكر السكروتم لو جينا في الجزء الخلفي مفيش حاجه هنا قدام في اللور لمب الا ده هنا مشهور طبعا السياتيك يتمسك لك السياتيك من هنا كل النيرفات دي اللي هو السوبيرو جلوتيل والانفيرو جلوتيل مفيش حاجه منهم بتيجي انت بيجي لك البريفرال نيرفس الطوال يا اما السياتيك يا اما الكومن برونيال اللي هو رايح لاترالي او التيبيال لو انت في منطقه البوبليتي الفصة لو انت في الباك اوف ذا ليج يبقى التيبيال نيرف وهوريكم الانتيرور تيبيال من قدام ده بوستيرور تيبيال نيرف طالما هنا في الليج لو اتربط هنا في البوبليتي الفصة شيل كلمه بوستيرور واكتب تيبيال او ميديال بوبليتيل ده لاترال بوبليتيل او كومن برونيل معايا بالنسبه للسياتيك لو اتربط السياتيك الروت فاليو بتاعه ال 4 5 طبعا واحد هيقول لي ده فيه نيرفات هيت هو مقسوم من بدري بكير او مقسوم انما هو ممكن بينقسم هنا في الايه في الميدل اوف ذا ساي لكن ممكن ينقسم من عند بدايته فاحنا لو ربطنا بنربطه كله على بعض ولو عايز واحد منهم ما بربطوش من فوق باجي من تحت هنا واربطه عشان اقول لك انا عايز ده او ده فاذا مسك لي السياتيك نفسه كله على بعضه بالنسبه للسياتيك الموتور برانشز بين العضلات الهامسترينجز ماسلز اللي هي سيمي ميمبرونوزس والتندونوزس والبايسبس ولا حصل افكت اوف انجري فيه بيحصل لوس اوف فليكشن معايا مش كده وبس ما هو السياتيك لو اتمسك كل العضلات بلوني بارالايزد
فانت بتقول له كده باراليزس للهامسترنجز، ده لو مسك السياتيك. باراليزس لاول ماسلز بكل ماسلز اند ماسلز ان ذا ليج اند ذا فوت. بالنسبه للسنسيشن هو شخصيا ملوش سنسوري برانشز، لكن برانشاته دي بتديني سنسيشن تحت، واغلب السنسيشن بتاعتها من السول والدورسم اوف ذا فوت. فانا ما بطلبش منه اكتر من انه ايه موتور برانشز، مش هسال على سنسوري لانه ملوش سنسور. اما اجي امسك البوستيريو تيبيال ده، فانت بتقول الروت فاليو بتاعه، لو كتبت لي نفس الروت فاليو بتاع السياتيك ما مشيها صح معايا. لو كتب لي 4 5 اس 1 2 3، لكن انا بسال على روت فاليو بتاع ده ولا على ده، بسال على روت فاليو بتاع ده. امال ده بسال على ايه؟ على برانشات وموتور وسنسور. سنسوري بيجيب السنسيشن من الصول، بدايته فين؟ ده ان ذا ميدل اوف ذا ساي، ده البوبليتيال الميديال. البوستيريور تيبيال بلو ماسلز هنا اسمها بوبليتياس، بيبدا بدايته بينتهي فين؟ في السول. بينتهي ازاي؟ ببرانشين، ميديال بلانتر ولاترال بلانتر. برانشاته ايه؟ موتور وسنسور. موتور لمين؟ للماسلز اللي موجوده في الباك اكسبت جبس، جي بي بي اس ماسلز، عارفينهم؟ اللي هي الجاستروكنيمس، بوبليتياس، بلانتاريس، سوليس. امال دول بياخدوا منين؟ من التيبيال نفسه اللي هو بيسموه بوستيريور، اللي هو الميديال بوبليتيال. من ده. هرجع له بقى تاني، امال ده بيدي مين؟ اللي هو الميديال بوبليتيال. بيدي جي بي بي اس ماسل. اللي هي العضلات الكف. انما البوستيريور تيبيال يدي كل العضلات اللي موجوده في الباك اوف ذا ليج، اللي هي تيبياليس بوستيريور، فليكسور ديجيتورم، فليكسور هالشس. اكسبت الايه؟ جي بي بي اس. مين السنسوري برانشز بتاعته؟ سول اوف ذا فوت كله. طب لو حصل افكت اوف انجري بدي العضلات اللي في الباك واسمها فليكسورات. فليكسورات يعني ايه؟ بتعمل كده بلانتر فليكشن، يبقى هيحصل لوس اوف ايه؟ بلانتر فليكشن. هيحصل لوس اوف بلانتر فليكشن، لا هيعرف يعمل بلانتر فليكشن بالجي بي بي اس ماسلز. انا بقول ده لو حصل له انجري هيحصل ويكنس فيها، انما ده لو حصل فيه انجري كل ده هيحصل باراليزس، يبقى هيحصل ايه؟ رجله هتطلع لفوق، مش هيقدر يعمل بلانتر فليكشن لان كل العضلات اللي في الباك سواء كانت بتاخد من الميديال بوبليتيال نفسه اللي هو التيبيال او البوستيريو تيبيال انجرت او بارالايز، كل العضلات بارالايز. اما بالنسبه للثاني اللي هو الكومن برونيال اللي هو ده، اوله هنا اسمه ده كومن برونيال او اللاترال بوبليتيال، ما بيديش موتور برانشز، ملوش سنسوري برانشز. بيجي هنا عند النيك اوف ذا فيبولا وينقسم باثنين، واحد يمشي في الفرونت اسمه انتيرو تيبيال، واحد يمشي على اللاترال اسبكت اسمه ماسكولو كوتينيوس او السوبرفيشال برونيال. خلينا في كلمه برونيال، ده اسمه كومن برونيال، فينقسم الى اثنين سوبرفيشال وديب. خلينا في الاثنين دول احسن، والاثنين دول صح الاصح كمان. نيجي هنا في الجنب هنا، دي برونيوس لونجس واللي تحتها دي برونيوس بريفس. معايا؟ شايفينها اللي تحتها دي؟ شايفينها ولا لا؟ ادي تندون اهو وتحتها تندون تاني. اذا جه في امتحان وطلعت لك عصب ما بين الاثنين، وده مش لاقيه طبعا، هيبقى السوبرفيشال برونيه. بين ايش وايش كده؟ بين الاثنين دول. هات القلم كده اهو. مش دي عضله؟ دي عضله ولا لا؟ في عندها تندون ابيض تحتها تاني اهو، ده برونيس لونجس وده برونيس بريفس. بيبقى العصب طالع من وسطهم من هنا كده. مش شايفه. لو جه في الفرونت هنا وطلع عصب في المكان ده، وللاسف كان المفروض يطلع لي جثه سوفت بيبقى في المكان ده موجوده، يبقى هنشوفها الوقت. فكرونا اطلع لكم السوبرفيشال برونيال والديب برونيال، بيبقى طالع من هنا. اذا جيت في امتحان ومساك لك عصب رقيق جدا في المنطقه الاماميه، مفيش غير ما تكتبوش غير الديب برونيال. لو جه بين العضلتين دول وطلع لك واحد يبقى سوبرفيشال برونيال. اي لاترال دكتور اسمه سوبرفيشال؟ اي لاترال سوبرفيشال برونيال. اي واحد هنا اهو في الفرونت وماشي في الدبس وهنطلعه على طرف فورسبس بس طرفه، يبقى ديب برونيال. لو مسك لك ده وقال لك افكت اوف انجري بتاعته، هتقول له بيحصل باراليزس العضلات اللي موجوده في الفرونت اوف تيبيا اللي هي الاكستنسورز ماسلز، اللي هي تيبياليس انتيرور والاكستنسور هالشس والاكستنسور ديجيتورم والبرونيا ستيرشس، فيحصل لوس اوف اكستنشن اللي هو دورس فليكشن ما ينفعش رجله، فيحصل فوت دروب. اما لو جه في العصب اللي هو اسمه سوبرفيشال برونيال، هيبقى فيه باراليزس لعضلتين، برونيوس لونجس وبرونيوس بريفس ولوس اوف ايفيرجن، رجله هتبقى ملفوفه لجوه انفيرجن بوزيشن.
طب الافكت اوف كوتينيوس لوس هنا مين؟ هو ده بدي مين كوتينيوس؟ بدي كل الدورسم اكسبت السبيس بين الفيرست والسكند تو، فيحصل لوس اوف سنسيشن لكل الدورسم اوف ذا فوت اكسبت السبيس بتوين الفيرست والسكند تو. اما الديب برونيل اللي هو الانتيرير ده اللي بيد العضلات اللي في الفرونت بيديني السبيس الصغيره بين الاثنين، بس هي دي اللي حصل عندها لوس لانه بده عضلات كتير فيتم تعويضه بانه يدي حته سكين صغيره. الثاني بده عضلتين فبدي مساحه سكين اكتر. ده اللور ليمب، ده العصب اللي هو بيسموه انتيرير تيبيا اللي قلت لكم عليه. احنا هنا لاترال اهو، لو جه من الجنب من هنا كده ده السوبرفيشال برونيه، ده لو حبيت نجيبهم دول. تحت هنا دي البرانشات اللي هو نهايه البوستيريور تيبيال نيرف اللي هو الخلفي، وبينقسم الى ميديال بلانتر ولاترال بلانتر. ما بسالش عن النيرفات دي، انا بس بوريكم شكلهم وهم نازلين هنا لغايه ما نجيب الابر. واللي جاب الفرتبرال كولم ده جايبه ليه كده؟ عايز فرتبري. ده لما بيجي ده ليفت لوب، ده رايت لوب. الليفت لوب لف الامبريشنز اللي هنا، ده جاستريك وده الاومنتال تيوبروستي، وده الرايت لوب. الرايت لوب الامبريشنز اللي موجوده فيه دي مكان الجول بلادر. ده الكوادريت، ده الكوديت. الكوادريت بنحط فيه علامه اقول لك الباوندرز، هتقول له ليجامنتم تيريس جول بلادر بورتا هيباتس انفيرو بوردر اوف ذا ليفر. لو مسك لك ده ادي الليجامنتم تيريس، لو مسك لك ده الفالسيفورم ليجامنت. لو جه لي ده قال لك باوندرز قلناها، قال لك قول لي ريليشن، هتقول له دودنام وترانسفيرس كولوم. بالنسبه للكوديت الباوندرز بتاعته ليجامنتم فينوزم انفيرو فينا كيفا بورتا هيباتس. الريليشن بتاعته محترم اهو جنبه انفيرو فينا كيفا والدايفرام. بالنسبه للرايت لوب دي الجول بلادر والامبريشن اللي تحتها بتاعها، جنبها على طول هنا لو لقينا امبريشن ده الكوليك في المنطقه اللي جنبها على طول، او لو ظلل لك اي مكان هنا. شايف ايدي فين؟ لو جينا ورا في المنطقه دي رينال وسوبرا رينال. لو جينا في المنطقه اللي جنب الجول بلادر دودينام بالطول كده عمل لك علامه هنا. اذا هنا غير هنا غير هنا. لو قال لك اذكر لي ده اسمه ايه واصله امبريولوجيكالي ايه، ده اسمه ليجامنتم تيرس وقصده ايه؟ ليفت امبليكال ليجامنت ليجامنتم فينوزم داكتس فينوزس. اذا جالك كده في امتحان وقال لك اذكر الليجامنت اوف امبريولوجيكال اورجن في الاورجن اللي انت داخل عليه ده، الاثنين اللي احنا قلناهم. لو داخل عليه وقال لك اذكر الليجامنتس اللي هي اوف بريتونيال اورجن، هتقول له من اول الفالسيفورم ليجامنت تراينجولار ليجامنت رايت وليفت تراينجولار ليجامنت ليسر اومنتم كوروناري ليجامنت، اي حاجه منهم قولوها. واضح؟ ليفر تاني، ستومك، اومنتال تيوبروستي، كوادريت، كوديت، اهي شايف دي ظاهره قوي اهي، كوليك، كوليك. لو جه علامه هنا في الحته دي او بالعرض هنا دودينام. لو عمل لك علامه كده، شايفين عملت علامه فين؟ على الجول بلادر ايه؟ او هنا دودينام. لكن لو عمل كده كوليك، لو عمل كده لو عمل كده جزء بير اريا معايا. لو جه هنا باوندرز، لو جه هنا باوندرز. واضح ولا مش واضح؟ واضح. لو جه في المنطقه دي او دي او دي في النص كده وحط علامه بورتا هيباتس، قال لك الباوندرز قول له كوادريت كوديت اللي هم انتيرور وبوستيريور، وقال لك الكونتنت اللي فيها هتقول له الهيباتيك ارتري برانشاتو البورتا الفين برانشاتو والكومبايل دكت. الهارت لما بيجي فيه بتيجي فالفات، لا بيجي لكم سيرفيس اناتومي ولا بيجي لكم بوردرز اعتقد، يعني كل شغلكم هنا فيه الفالفس. والفالفس المشهوره الاربعه بتوعنا ترايكاسبيد بالمونري والاورتيك، ترايكاسبيد والمايترا والبالمونري والاورتيك، ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة. تعرف تكتبون كده؟ إيه كاسب ثلاثة ريب ثلاثة سبيس أربعة ريب أربعة سبيس. تعرفوا تكتبون كده؟ من اول مين؟ من اول مين؟ اول فالف مين؟ البي وبعدين اورتيك وبعدين ايه وبعدين ترايكاسب. عارفين الحكايه دي؟ عارفين كلكم ولا لا؟ الاول اول واحد من فوق هيبقى مين؟ انا بقول سبيسز في الناحيه الشمال ببدا من الضلع الثالث سبيس الثالث الضلع الرابع سبيس الرابع. قلت اربع حاجات يمثلوا مين؟ انعكاس لمين اللي انا قلتهم دول؟ بالمونري بالمونري باك باك اورتيك
اللي بعده ام مايترال ترايكاسبيد. والترايكاسبيد اخر واحد بيبقى قصاد الضلع الرابع على الزيف استرنال جانكشن بالظبط كده او لتحت. بس اكتب اربعه ريب اربعه سبيس، ثلاثه ريب ثلاثه سبيس. طب اعرفهم هنا ازاي لما امسك جولي في امتحان منظر زي كده؟ هو فين الرايت وفين الليفت؟ متهيألي السكنس واضحه، ده ادي سكنس، ده فنتريك المفتوح وده فنتريك المفتوح. ايه رايكم في السكنس ده والسكنس ده؟ الليفت باين، متهيألي باين جدا معايا ولا لا؟ ها؟ طيب ده فنتريك المفتوح، امال الفالف ده بتاعه يبقى ايه؟ مايترال. ده مايترال. لا اورتك اورتك. بصوا له كده كويس، ده مايترال. ده هيدخلني هنا لكن ده في فالف تاني اهو، هذا اورتك، ده اورتك اهو. بصوا له كويس اللي فيه الالم ده يدخل دكتور من جوه شديد اللي فيه الكورد تنديني هذا. بصوا عليه، امسكوه، بصوا ده فالف بشكل اسهل. اللي تلاقوا فيه احبال ده حاجه من اتنين، يا ترايكاسبيد يا مايترال. البالمونري والاورتك ما فيش فيه كورده تنديني. بصوا بقى عليه، انتوا عندكم فالفين الوقت، مين فيهم المايترال؟ ده احنا هنا في الليفت. مين المايترال ومين الاورتك؟ هذا الاورتك هذا المايترال. واضحه؟ فلما يجي في امتحان حاجه زي كده ويسالك ويقول لك اسمه ايه، هتقول له المايترال فالف، هيقول لك السيرفيس اناتومي بتاعه. طلعه بقى من الجمله بتاعتها اللي هي 3 3 4 4، دي مش طريقة لعب. الأورتك هاتها برضه بنفس الطريقة. ولو كتبت كده أي واحد منهم بالطريقة دي، كتبت سيرد ريب سيرد سبيس وأنت في سبوتس، إحنا متوقعين إنك فاهم، فخلاص هديك الدرجة. ده في الليفت، ده الرايت، الدنيا مطربقة. لكن لو مسكت حاجة بيضة زي دي وفيها أحبال، بقايا أحبال، يمشي معاكوا إيه ده؟ تريكاسبيد. انا مش شايف هنا بقى اللي هو البلمونري، او يمكن يكون هو ده جزء منه، بس هيبقى صعب ان انا اسال في واحد زي ده. اجيب ده، ادا اورتك يبقى ده الليفت فنتركل، ادا بلمونري يبقى ده الرايت فنتركل، صح ولا لا؟ لو جيت مسكت الكسب ده، طالما في كرده تنديني شايفينها ولا لا؟ وفي حته مقطعه وبايظه وخربانه، بس على طول اقول على ده ايه؟ تراي كاسبيد. امال لو حطيت القلم هنا وقلت لك ايدنتيفاي، ده بالمونري، يبقى اللي انت حاطط في المين؟ حاطط في البالمونري. غير هنا مش مفتوح الليفت والاورطه مش هشوف، ولا المايترال. ممكن احط على الايبكس ويبقى السيرفيس اناتومي بتاعها فين؟ فين الكلام ده؟ انتوا كويسين اهو. حاجه كده مفتوحه وجيت على حاجه مقطعه زي دي وشاورت لك عليه، يمشي معاكوا ايه ده؟ مايترال. ليه؟ سيكنس ليفت. جيت هنا وحطيت في اول ده، قال لي اول الاورت، ده اورتك اهو. تخيل المنظر ولا لا؟ يبقى الفلفات نخلي بالنا منها بالسيرفس اناتومي بتاعها. ايه تاني هنا عندكم؟ اللنج. عندكم لنج؟ اللانج كل بيجي فيها اللوب السيجمنتيشن بتاعها بالنسبه لكم، ده ليفت لوب. سلامة الله وبركاته. فاتنين لوب واحد فشل، وبليك فشل، ابر لوب لور لوب. هنا السيجمنتيشن بتاعها كم سيجمنت؟ خمسة. وهنا كم؟ خمسة. الخمسة اللي هنا مين؟ انتيريور ايبيكال وانتيريور وبوستيريور وسوبير لينجوال وانفيريور لينجوال. اللي هنا ايبيكال وانفيريور والانفيريور انتيريور وبوستيريور وميديال ولاترال. تالي كده سهل. والانفيريور هنا اللوب او اللور لوب زي اللور لوب الناحيه الثانيه، واضح؟ بالنسبه لهنا ده الهاي، دي برونكس لانها موست بوستيريور، ده بالمونري ارتري اعلى حاجه، لور بالمونري فين، ابر بالمونري فين، ارشوب اورد، ديسندنج اورد، اوسوفيكس، كاردياك امبريشن ممثلا في ليفت فنتريكل وليفت اتري. هذا اللفت هنا رايت لانج، برضو بيجي سيجمنتيشن ابر ميدل لور اوبليك ترانزفيرس سيجمنت، ابر ايبيكال
anterior posterior D medial lateral D apical inferior inferior anterior posterior medial lateral دي المين برونكس بنقسمها الى اثنين اب ارتيريال وهيب ارتيريال ابر بالمونري فين لور بالمونري فين بالمونري ارتري بيبقى انتيرور هنا انما هنا بيبقى عالي البالمونري ارتري هنا عالي اعلى حاجه البالمونري في اليمين ان فرونت الامبريشنز اللي هنا كاردياك امبريشن ممثلا اساسا في الرايت اتريوم وجزء من الرايت فنتريكل ازايجوس ارش ورا الهايلان في الحته دي مباشره ازايجوس فين اوسوفيجاس عند الايبكس هنا لو حط لك علامه قول له تراكيا اوسوفيجاس لو هنا حط لك علامه قول له برانشات اوف ارش اوف اورتا قول له كده البرانشز اوف ارش اوف اورتا اللي عارفهم يكتبهم اللي هو سب كليفيان والليفت كومن كاروت والليفت سب كليفيان مين ده تندر ليجن التندل بتاع كوادريسيبس باتيلا باتيلر ليجن ما يهمونيش منسكس منسكس مين فيهم اللاترال اللاترال ده الفيبولا هي اللاترال منسكس ودي الميديال منسكس مين لايبل للانجري اكتر الميديال ليه لانها فيكسد لمين تكتب كده فيكسد للميديال اللي هو ده الميديال كولاترال ليجن انما دي مش فيكسد لللاترال كولاترال ليجن ونمره 2 اتاتشد لها من ورا التندون بتاع البوبليتياس اللي بيشدها لما يحصل فليكشن فيبعدها عن الكراشن لو فتح لك الدنيا كده من ورا في حاجه طالعه اهي من ورا من الخلف مش من قدام اهو ده من سكايب انا من قدام انما من ورا لو عمل لك كده حط لك علامه على ده البوستير كروشيت وجاي من هنا من عند الميديال كوندايل الميديال سيرفيس اللاترال سيرفيس بتاعها الاتاتشمنت بتاعته مش ده الميديال كوندايل ميديال ولا مش ميديال لا من ميديال سيرفيس من اللاترال سيرفيس بتاعها اتاتشد بلو لمين لللاترال كوندايل اوف ذا تيبيا يعني جاي من الميديال راح لللاتر والتاني اللي قدامه نفس الحكايه بس اجيبه ازاي من قدام واعملها كده واطلب اسالك عليه كده اقول لك ده مين ده الانتيرو كروشيل جاي منين دي مين دي اللاترال دي اللاترال من الميديال سيرفيس بتاعها وديسند الى الفرونت اوف انتر كوندايلر اريا بتاع التيبيا واضح ولا لا؟ يعني الاثنين من تحت ماسكين في الانتر كوندايلر اريا واحد انتير واحد بوستير بس من فوق مختلفين واحد واخد الميديال كوندايل واحد واخد اللاترال كوندايل اللي راح للميديال كوندايل على اللاترال سيرفيس بتاعه واللي رايح للميديال كوندايل اللاترال كوندايل على الميديال على اللا... يعني الاثنين معكوسين من قلب الدماغ فاهمين قصدي؟ يعني اللي رايح للميديال كوندايل ماسك اللاترال سيرفيس واللي رايح للاترال كوندايل ماسك الميديال سيرفيس عكس عكس وصلت ولا لا؟ لا ما كانتش لسه واصله فين الكبري؟ قدام كده هنا قدام لا كده 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 هتلاقيها اللي هي على البتاع معنى الكدني دكتور هناك اهو اسمي معنى الكدني دكتور مش عارف انا ماخذها لاب ماخذها لكن لا خلاص البرتبري فين مش معنى دكتور التراكيه ما فيش فيها الا خلي بالكوا حاجه لا خلاص قال لك مش معانا التراكيه لو جات له بتجيش بس التراكيه لو جه بتبقى بيجيننج وترمينيشن تبدا فين هي التراكيه لور بورد كاربورد كريكويد كار والسيرفس حق البايفركيشن تبدا فين سي 6 عند سي كام 6 6 6 وتنتهي فين تي 4 ديسك بتوين 3 و 4 اللي هو ما بين السوبر ميدياستاين وفيرو ميدياستاين مين البلاد سبلاي بتاعها بلاد سبلاي فوق السيرفايكال بارت ايوه فيرو سيرفايكال وفي الثوراسيك بارت اورتا منين من اورتا من الارش يعني من الارش ازاي يعني؟ مو لا لا من الديسندنج اورتا بيطلع منه برانكيال بيبقى يعني. دي برونكيال بدي جزء من التراكيه من تحت ده ما بيجيش فيها حاجه كتير ولا التراكيه دي بيجي فيها حاجه كتير في الفيرتبري بقى عايز اوريها لكم واللور والابر ليم الفيرتبري لازم اشوف السيبريت عشان تفرقوا السيرفايكال عن عن الثوراسيك ما تشوفها هنا في الدولاب اهو مش موجود طب المفتاح ما القلم بتاعه هنا هنا دكتور كريها دكتور الفيرتبري مفتوح درودوت شوفوا مش موجود هو رتب الحاجه دي ومشي الاتاتشمنت اللي فيرتبرال انتيرو لونجيتودنال ليجمنت بصير ده ما يجيش سبوتس حبيت اجيب سبوتس فيرتبرال اجيب لك فيرتبرال زي دي او زي دي او زي دي لو جت دي بص عليها دي سيرفايكل دي ثوراسيك دي لامبر سنه ثالثه المفروض تعرفوا الفرق بينهم وكل واحده الفيتشرز بتاعتها الاتي لو جت دي سيرفايكال فيرتبري ايه اللي يميزها البودي سمول
وليه اثنين upper lateral lipping يعني شفتين جانبيتين. lower anterior posterior lipping ما فيش transverse process very short foramen transversaria and transverse process spine short و transversely directed بفت يعني مشقوق. اي حاجة من اللي بقولها دي احفظوها انت. اثنين superior articular facet اثنين inferior articular facet. اثنين superior articular facets facing backward بيبصوا لورا. اثنين inferior articular facets facing forward. اي حاجة من اللي قلتهم دول احفظوا منهم ثلاثة. دي السيرفايك. لو جت دي لمبر شوفوا الحجم بتاعها بصوا كده وما تيجي ممكن اتلخبط بينها وبين دي. البودي هنا اصغر من هنا. ما انا في الامتحان مش هبقى شايف التاني عشان اقارن. او بص على الجنب. لو لقيت فيه فسات في البودي تبقى دي سراسك. لو بصيت في الجنب ما لقيتش فسات وفي نفس اللحظة لقيت بودي كبير شكله كدني شيب يبقى دي لمبر. ركب بقى الكلام اللي انت تعرفه. يبقى في الامتحان عمر ما هتلخبط في السيرفايك. يبقى هتلخبط في مين؟ لمبر وثراسك. الفرق بينهم ايه واضح. دي صغيرة ودي كبيرة. معايا؟ دي البودي بتاعها هارت شيب. دي البودي بتاعها كدني شيب. دي السايدز بتاع البودي كلوز تو ذا بيديكل. الحته دي فيها ابر فاسيت ولور فاسيت عشان الريبس. دي ذير از نو فاسيتس. نقول بقى الفيتشرز بتاع دي. بودي هارت شيب تو ديمي فاسيت اور في فاسيتس عموما على البودي كلوز تو ذا بيديكل. السباين دايركتد ايذر اوبليكلي اور فيرتيكالي الا الاولانيه بيتجه ترانسفيرسلي وما ما جبهم لكمش. ما بعرفش عايزك تعرف ان دي الاولى. لو جات لك بس قول الفيتشرز بتاعتها. يبقى اتجاهات السباين ده في الثوراسيك ريجن اما ترانسفيرسلي او اوبليكلي او فيرتيكال. ليها اتنين سوبيرو ارتيكولار فاسيت زي السيرفايكال لوكس باكورد وليها اتنين انفيرو ارتيكولار فاسيتس لوكينج فورورد. الترانسفيرس بروسيس بتاعها عليه فاسيت. يبقى في حاجه هنا كام حاجه فيها فاسيت البودي والترانسفيرس بروسيس. وده الكلام ده مش موجود هنا في اللامبر. اما الفيتشرز بتاعت اللامبر كيدني شيب البودي السباين بتاعها شورت وبروت نو فاسيتس. ما تكتبوش في امتحان انا مش عايزك تكتب النو بس انا بقول لك نو فاسيتس هنا ولا فاسيتس على الترانسفيرس بروسيس. انما الفيتشر اللي تكتبها بودي كيدني شيب vertebral canal triangular في الشيب transverse process short وبرود spine short وبرود اتنين superior articular facets facing inward عكس فاكرين السيرفايكال كانت backward و forward. انما هنا اللي فوق يبصوا على بعض واللي تحت مخصمين بعض. خلصت الدكتور. الله دكتور كيف تعرف انها في فاسيت على الترانسفير؟ اهو هذا فاسد. بص بقى على الثانية. أولاً في أولاً فين الترانسفيرس بروسيس؟ فين الفاسد؟ ما أدري دكتور يعني. ما تدري لأنك أنت شايفه. دكتور يعني. ما يفسد. ما تقوليش دكتور. ركز بعينيه. ديس. ده. هذا لترالي دكتور. أيه شايفينه؟ سوبرفيشال برنيه. يمشي معك وإيه؟ سوبرفيشال. أهو تعرفه عرفتوه. طب لو عايز هات الفورسبس كده. لو جاب حاجه هنا شوف احنا في المنطقه الاماميه اهي وقاعد يدعبس كده. ولو طلعنا عصب من هنا مش شايف مقطوع مقطوع نشوف غيره. فين اللور لمب الثانيه؟ لا لا سيبك منه ما اعرفش. طب هذول كاملات هذول. شفتوا قد ايه الواحد بيتعب عشان يطلع النيرف لانه متعب. ها؟ ورفيع جدا. طب ده يقول لكم ايه؟ مقصود بيها كلامي بقى؟ ديبورني. لا. قربوا هنا عشان هو ظاهر اهو. اولا شوفوا خلي بالكم انا فين؟ انا في الامام. وعملت محاولة مستميتة عشان اوصل لمين؟ يا عم الحاج اطلع الله يخليك انا ناقصك. لا يا حبيبي ممكن واحد يحط الامتحان يرزل عليك ويجيب لك ده. بصوا له كويس جدا. اولا انا فين؟
anterior. مش في الجنب زي ما شفنا ده. وعملت ايه؟ عملت جبت آلة وتعبت وغرفت ورفعت كده يبقى ده الديب بالونية. احترق خشمي بسرعة. لا لا اجلس خشمي وخلاص حرام. هذا واحد شوي بس النيرفس الاتين ما بسألش على بريكيال بلكسس. احنا عايزين بريفرال نيرفس ده شغلنا صح ولا لا؟ البريكيال بلكسس تتذاكر علشان خاطر اند بلوك اكزام الانجر اوف ذا بريكيال بلكسس الارترانك الميديال كورد اللاترال كورد ده نظري. هنا لو ما يمسك لي عصب زي ده ابص عليه من الدنيا متقطعه لكن داخل ميديال ولا لاترال؟ داخل ميديال. لاترال ازاي؟ الصباع الصغير اهو الكبير اهو الكتف اهو الكتف عندك ميديال ولا لاترال؟ لاترال. الا اذا كان عندك ميديال ده حاجه ثانيه لكن الكتف لاترال يبقى العصب ده ميديال عكس ده يبقى ده النر. طب لو مسكت عصب مقطوع اهو داخل في وسط الكيوبيتال فوسا طب لو قلب كده وفتح لي الترايسبس من ورا وقام مطلع لي عصب من جوه من هنا يبقى ده الراديال صح؟ كم عصب شفناه طول هنا؟ ناخدهم واحد واحد ونشوفهم هنا مجرد سبوتس. بالنسبة للألنر سي 8 تي 1 روت فالي ترمينيشن بتاعته فين؟ في الهاند. مش بيمشي المسافة دي كلها وبيجي في الهاند معايا ولا فاكرينه ولا لا؟ بينقسم في الهاند إلى سوبرفيشال ديفيجن وديب ديفيجن سبلاي كل الماسلز اللي أنا نهايته أنا بتكلم على نهايته معايا؟ نهايته في الهاند بانقسامه الى سوبرفيشال ديفيجن وديب ديفيجن تمام. بلاش من تحت نبدا من فوق. في الارم ملوش برانشات. في الفور ارم بيدي عضله ونص في الاكسور كاربي النارس ونص البروفانس. في الهاند بيدي كل الماسلز اوف ذا هاند كل الماسلز اكسبت السينر دي واول وتاني لامبريكلز. واضح؟ اذا لو حصل فيه افكت اوف انجر يحصل ايه؟ باراليزس للعضله ونص دي. انت ودرخي باراليزس العضله ونص دي وباراليزس لكل الماسلز اللي موجوده في الهاند اكسبت تقول له كده السينر وفيرست والسكند لامبريكل. طب لو حصل افكت اوف انجري فيه ايه الديفورميتي اللي هتحصل؟ لو هاند هيحصل كله هاند ومش هقول لك سببه ايه المفروض تبقى عارف. لا عشان ما يعرفش ان انا شفته سكت. صامت لا صامت طيب سكت الصوت بس استنى استنى لازم ارد. ها يا باشا ده انت اللي باشا قول يا باشا. يا سلام عليك. ايوه كده كده نخلي الواحد كده يشتغل بنهم. ان شاء الله عقبال اللي جاي باذن الله تعالى شغالين انا شغال فيها من امبارح. ما شغال فيها من امبارح. انت كنت عايز تقفل على ده؟ حالي كان هيقف في مصر خرب بيت عقل. احنا كنا فين الوقت بنعمل ايه؟ في الميديا. لا مش في ده. نرجع تاني للاول. احنا قلنا افكت اوف انجري بتاع مين؟ الالنر. فهمتوه؟ طب لو مسك لي ده ميديا الميديا الرود فاليو بتاعه كله اللي هو ايه كله يعني؟ من كام؟ سي 5 5 6 7 تكتبها كده سي 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 تكتبها كده تي 1 تي 2 تي 1 تي 2 كمان معايا؟ ايوه ساعات يلحق. كتبت تي 1 ماشي كتبت تي 2 مش 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 هعذبك. بالنسبه للميديان لو برانشات في الارم؟ لا. لو برانشات في الارم؟ لا ملوش. لو برانشات في الفور ارم؟ لا. بدي كل العضلات اللي موجوده في الفرانتس تكتبها كده سواء هو او ابنه اللي هو اسمه الانتيرو انتر اوسيس بس انت في سنه ثالثه نسيت ماسكولو سكيليتال فتكتب كل العضلات اللي موجوده في الفرانت اوف فور ارم اللي هي الفليكسوس اكسبت مين؟ العضله ونص اللي اداهم الانر اللي هي الفليكسور كاربي النارس ونص البروفاندس. اكتب كده يا دكتور. ايوه اول ذا ماسل اكسبت دول ومش طالب منك تذكر اسماء الماسلز. لو دخل الهاند بينقسم الى تو ديفيجن لاترال ديفيجن وميديال ديفيجن. اللاترال ديفيجن والميديال ديفيجن بيصدوني مين هنا؟ بالعضلات اللي ناقصه السينر واول وثاني لامبريكلز. طيب السنسيشن بتاع الانر والميديان. السنسيشن بتاع الانر هنا هيعمل لوس اوف سنسيشن على الميديال اسبيكت اللي هو الميديال 1 ثيرد والخامس والرابع نص الخامس نص الرابع والخامس. اما الميديان التلتين البال وثلاث صابع ونص. اما الدورسهم هيبقى ان شاء الله الريديال نيرف. ماشي انت مالك وقفت ورا كده ليه؟ انت زعلان من حاجه؟ فاهم اللي بقوله ولا متضايق؟ شكلك متضايق. عايز تمشي؟ لا طيب مش عايزك تزعل من حاجه بس
العصب اللي جوه ده اللي هو مين؟ الراديال. زي الميديان في ايه؟ في الروت فاليو. طيب هنا بقى المره دي الديستريبيوشن بتاعه فين؟ الارم. هنيجي هنا في هنيجي هنا هو اسمه راديال لغايه ما يجي عند اللاترال هنا في الحته دي بين العضلتين اللي انتوا عارفينهم ما اعرفش فاكرينهم ولا لا اللي هو البريكيو رادياليس والاكستنسور كارب رادياليس لونجس على اللاترال كوندايل عند اللاترال كوندايل اوف ذا هيومرس. وفي الحته دي بينقسم الى تو تيرمينال ديفيجن سوبرفيشال راديال اللي بيديني الدورسوم اوف ذا هاند سنسيشن اسمه سوبرفيشال راديال وبوستيريور انتر اوسياس اللي بدي كل العضلات اللي موجوده في الباك اوف ذا فور ارم اللي هي الاكستنسورز. طب لو حصل في انجري اسال نفسي بدي حاجه في في الارم الترايسبس يبقى يحصل هنا ايه لوس اوف اكستنشن عند الالبو. الاكستنشن اللي هيتم بالجرافيتي ان ايدك تطيح كده بس انما افكت اوف اكستنشن تحت ريزيستنس مش هيحصل. طيب هنا لوس اوف موتور لوس في كل العضلات اللي هنا يبقى يحصل لوس اوف ايه اكستنشن عند الريست يحصل ايه ريست دروب. لما بيحصل ريست دروب بيحصل معاها كمان ميديا روتيشن كده برونيشن. ليه؟ لان السوباينيتور اللي هي موجوده في الباك انا بتاخد منه فراحت وصلت ولا لا. طيب قال لك افكت اوف انجري قلنا باراليسس العضلات اللي موجوده في الباك اوف ذا فور ارم مع الترايسبس. طب لو حصل له انجري عند اللاترال كوندايل الترايسبس عدت واللي تحت هو اللي باص. طب السنسيشن اللي على الدورسم راح؟ راح. لا ما راحش لان هو اداني السوبرفيشال ريديال قبل الكسر. والسؤال بقى يجي في الامتحان وهيقوله لك هل يجي كده يحط السؤال انجري اوف ذا ريديال نيرف او النيرف اللي انا ماسكه ده الايفكت اوف انجري بيفور اتس ترمينيشن يعني انت حصلت في انجري قبل الترمينيشن يبقى كله راح السنسيشن والموتور. افتر ترمينيشن افتر ترمينيشن يبقى انت لازم تحدد لي مين اللي اتقطع السوبرفيشال راديال ولا البوستيريور انتر اوسياس يبقى انا هكتبها. فلو كتبت لك بوستيريور انتر اوسياس هيحصل لوس اوف سنسيشن لكل المسلز اللي موجوده في الباك اوف ذا فور ان فور ارم ولوس اوف سنسيشن اللي موجوده لا موجوده ولا مش موجوده ده ولا. طالما انا قلت بوستيريور انتر اوسياس يبقى مسلز بس. لو قلت كلمه سوبرفيشال راديال يبقى سنسيشن بس اللي لوست والعضلات موجوده زي ما هي ومش هيحصل ريست دروب. فاهمين كلام ولا لا؟ ده بالنسبه للثلاثه الكبار دول ما تخافش ده بلاستنيشن. بصوا لي على دول ده مين؟ ده سبوتس بقى مش هتكلم ميديان. طب ده مين؟ النر. اتمسك هنا او يتمسك هنا ما يجيش واحد في امتحان يكتب لي عليه النر ارتر. انت درست ارتر هنا في البلوك ده لو اتربط حاجه هنا وانا على الميديا الاسبكت يبقى النر. لو في النص هنا ميديا ما فيش حاجه على اللاترا. واحد يقول لي فين الراديال؟ في الخلف هنا في الحته دي في الفور ارم هنا قدامي نيرفين مفيش غير يا ميديان يا النر. اما هنا يا ميديان يا النر يا ماسكولوكوتينيوس. ادور بقى كده على واحد ماشي تحتي اهي شايفينها دي العضله اللي اسمها كوراكو براكياليس عضله صغيره اهي بصوا وركزوا قوي فيه هتلاقوها قصيره وعصب هربان من تحتها يبقى ده الماسكولوكوتينيوس. اللهم ايه المصيبه الثاني ده اهو بصوا كده معايا دي مين ده؟ انت حد شايفه ماشي قدام؟ ده الراديال وكان مقطوع منه العصب ده. بصوا عليه العصب ده هتشوفوا حاجه صغيره جدا واحنا رابطينها ده اسمه الاكزيلري نيرف. ده 5 و6 انما ده كله ده اتكلمنا على الراديال وهو هنا في الاكزيل ولما قلبت هنا شفته فين؟ في السبايرال جروف. الاكزيلري بقى بدي مين؟ بدي الدلتويد اللي انتوا الصغير اللي هو النيرف اللي انتوا شفتوه الصغير ده والتير سمايل. فلما يحصل في افكت اوف انجري نتيجه الفراكشر اوف ذا نيك اوف ذا هيومرس او يحصل انفيرور ديسلوكيشن اوف ذا شولدر جان حصل افكت اوف انجري فيه يحصل باراليزس لمين؟ للدلتويد. مش هيحصل ابدكشن من 15 ل 90 بعد كده على العمر الطويل يحصل له حاجه اسمها فلاتنينج الكونتور اللي انتم شايفينه ده لوست المنظر الجمالي بتاع ابن ادم ده لوست. يبقى الانسان كده عامل زي المربع زاويه لوس اوف يحصل فلاتنينج للماسلز نتيجه الاطرف اللي حصل فيه. طيب سنسوري لوس ابر لاترال كوتينس في الحته دي السنسيشن اللي هنا لوست. طب الماسكولو كوتينس اللي هو ده الصغير ده بيطلع منين؟ زيه زي الاكزيلر 5 و6 شايفينه النرف الصغير ده ولا لا؟ اهو ها عضلاته مين اللي بدي؟ بدي العضله اللي هو داخل في وسطها اللي هو الكوراكو براكيالس وبدي البراكيالس وبدي البايسبس. ولذلك لو حصل في افكت اوف انجري فيه اللي هيحصل باراليس العضلات دي ولوس اوف فليكشن ايده مفروده قول له اعمل فليكشن مش هعمل فليكشن. هل له كوتينيوس؟ بيكمل هنا باسم لاترال كوتينيوس اوف فور ارم يبقى يحصل لوس اوف سنسيشن على اللاترال اسبكت اوف ذا فور ارم. ده منظر ثاني. منظر ثالث مين ده؟ مش هتكلم انا بقى
ميديا لانه غطس ها في العمق. تمام ماشي شايفين ده؟ بصوا كده معايا النرف ده تحس اخو الميديان جاي معاه يعني من الكوردات بتاعت البركل بس بس بصوا مالكوش دعوه جاي منين لكن شايفين راح فين؟ ادي الكره كوبراكيلس اهي ونرف رفيع صغير مش ممكن يكون الراديال. الراديال بصوا على الحجم ده ماشي في عضله ده ماشي في العمق ورايح ورا الهيومرس اللي بعده. مين ده؟ ميديان مقطوع اهو. مين ده؟ قلنا انت ايه هتلخبطه ولا ايه؟ قلنا مين ده؟ هذا داخل جوه بصوا داخل جوه ايوه اللي رايح بقى تحت الكراكو بريكيرس. حد شايف حاجه هنا؟ لا. مش شايفينه صح ولا لا؟ ولا انا شايف الاكزيلر عشان اسالك عليه هنا لكن اللي موجود هنا اهو الراديال بس ده راديال ميديان ان في العينه دي. مين ده؟ ميديان. مين ده؟ شايفين العصب ده؟ في واحد جاي اهو صغير ده واحد في العمق اهو ده الريديال شايفين ولا لا؟ انما المقطوع ده اهو فين اهو اهو الرفيع ده هذا دكتور عمره اهو شايفين ولا لا؟ اكزيلري برضه هيبقى سوبرفيشال كده مقطوع صحيح لكن كان داخل في العضله دي. ده منظر تاني للمناظر اللي انتوا شايفينها ده الماسكولوكوتينيوس ما بجيبش ده طبعا صعب عليكم. في حد هنا بيشرب سجاير؟ حد فيكم بيشرب سجاير؟ لا دكتور عيب. بتشرب سجاير ليه؟ راح براحته بقى اديك واحده لوك اوت يا بحس بيها ها؟ لا مش من نفس يا سبحان الله جسم بيتعفرط كده اول ما شم من الكوتين او كون داخل في حته يكون فيها ناس بتشرب بتاع اللي اسمها بانجو ده ولا بتاع الملوخيه بتاعتهم دي يا نهار اسود وانا داخل من بعيد بس حلوه لا الله اعلم ما اعرفش ايه رايكم في العصب ده؟ ميديا انا همسك بقى وكلموني بقى مين ده؟ مربوطه قبل كده في امتحانه راديال انا مش هتكلم عشان ممكن اتعصب ماسك كتير ليه مش الراديال ده ماسك كتير ما راح اعرف حجمه ونمرة 2 سوبرفيشال خالص طالع من العضله وداخل في عضله وعلى عضله ادي اهي عضله اهي انما ده مين ده ميديا امال ده مين ده قلنا امسك لي ده كده يا عمر صباعك بس نايم صباعك خالص في مصيبه ثانيه اهو اهو راح ورا اهو شايفينه ولا لا ده يبقى زي ده فاهمين المنظر الوقت الفرق ولا لا؟ النرفات اللي بتيجي في الابر ليمب ركزوا معايا فيها تاني وبصوا عليها انا مشيت دلوقتي اكزيلاري نيرف ريديال نيرف وركزوا ما بين الريديال والماسكولوكوتينيوس حجما ووضعا السايز والبوزيشن لان دول اللي ممكن يلخبطوه واديكم شايفين جثه اهي جت قبل كده مربوطه فيها مين؟ الماسكولوكوتينيوس الثلاثه الكبار بيجوا الريديال سهل يا اما يتربط فوق تحت لا ما يتربطش تحت في الحته اللي فوق ليه تحت هيبقى انقسم الى سوبرفيشال راديال وضرفيع جدا وتحت الجلد وبتقطع بص له انتر اوسياس في العمق وداخل في قلب السوبينيتور فمش هشوفه يبقى لو ربطت هربط مين الراديال فوق اربطه في حتتين يا اما في الاكزيلا هو داخل غطسان تحت الهيومرس او في السبايرال جروف الميديان يتربط يا اما هنا يا اما هنا يا اما في الارم يا اما في الفور ارم يا اما في الفور ارم يا اما فين الالنر يتربط في الفور ارم يتربط في الفور ارم بالتوفيق يا توفيق لا لا مش مش هذه اللمبه الثراسيه مش رايك ولا لمبه الوش عشان يعني كده هذا اللمبه بلوحتها ما في بس طيب خلاص ولا وهذا الثراسي ما في بس خلاص هذا الماي ترى بس بس اي اقول له اللمبه يعني هذا ثراسي ايوه انا جست فزت كيف فزت هذه يعني بتجيب الاورتين عشان فين الناعم شوف هذا شوف انا مسخني ولا محدد واحد من المحدد ايوه هذه اللي
الابار شوف الشارب بورد حطوه انتيريور خلاص هذه سوبيريور وانفيريور ايه حلو عندك ابي كان عندك انتيريور وستيريور ابي كان انتيريور وستيريور بس كروب كذا ابي كان انتيريور وستيريور ميد راح ارفع كاسبت يعني ارفع بيس بروح ذا واللي لا نفسه هذا الكيف انتيريور ابي كان انتيريور وستيريور هذه ميد الاخر لا هذه ميد الاخر هذه نفس ذيك ابي كان والاربع كمان هذا الشيء ابي كان انتيريور وستيريور استكت منه هذا الارت اي بمالي بين بين سبيريو او فرانكاي وش الفوق يسمونه هب لا هب هب ارتيريال وهب ارتيريال ابي فوق يعني ابي عادي يعني اب وهب ارتيريال لا هي يعني ريليشن للارتري اب ارتيريال ريليشن للارتري هذه تصير اب هذه هب اب هاي فيلم زي كذا هذه ما فيها هب ولا هذه هذا الارتري هذا البين وهذا برونكس في ثنتين الارتري بالليفت فوق لحظه هذا الرايت صح اين اللي تنقسم قبل ما ترى هذه الرايت هذا هي اكثر هذا الرايت صح اقلبه لانه رايت يا ايش اي بس تعال بسالك ابو حميد عن امبريشن عطنا هذه الرايك ابي الليفت ليفت امبريشنز لحظه هذه زفيغاس سوفيغاس وين اي سوفيغاس سوفيغاس هذا الليفت صح سوفيغاس ارتش تتصرف الجهتين سوفيغاس ارتش ارتش لا ورطة هذا تسندق ثراسك هذا تسندق ثراسك لا ثراكية في الجنب هذا ديسندك ثراسك درس ديسندك ثراسك أورتا أورتك أرش كارديك أيوة هنا قال ظهر زي سبب استراتيجية ظهر ده بالرايت الرايت أي كل واحد واحد باللاترال واحد بالفرونت زيجوس فين أعطني اللام زيجوس أرت هذا سبري من الكابا خيل أنت الرايت هذا هذا والله يا نيرفز بالجوكو شكل طب لا تخوف الناس اللي تسمع الله يعافيك سهل معها بشرح لك شاي بس عدو شرع بس هنا نبين شوي عشان يا اخي احس هنا والله شرح لك اول واحده كانت سيرفايك شوف 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 التوفيق